كارير ديما مع سليم بوصفارة. إيش تعني القهوة المواطن تونسي؟ القهوة هي على باز حاجة تتشرب تفيق وتنشط، فما اللي يشربها في الصباح بركة يحل بها عينيه، وفما اللي ما يحل مخه كان بها وما يتخليش عليها على طول النهار، صباح قايل عشية ليل. والناس هذوما ماذا بيكم تدورش بيهم في رمضان؟ كلمة قهوة تلمو تعني برشا للتونسي اللي تطورت واللي ترمز لبرشا حاجات ويستعملوها في برشا وضعيات. نكلموا بعضنا نعملوا قهوة، هي طريقة تتليف كيف زوز يعرضوا بعضهم، وكان قال هيلك واحد راهو مش انتريسي باش يشوفك. وقتاش تستدعاني على قهوة؟ هي تتقال بين زوز تلاقاو واحد منهم يحب يدخل في علاقة وتبدأ بيكون صديقي وتنجم توصل ليكون حبيبي. تخرج تعمل قهوة، هذا طلب بين زوز زملاء، وفي اللحظة هذيك فم حكاية يلزمها تتحكي، وغالبا ما تكون تقطيعة وتريشة. جيب معاك قهوة، هذا طلب بين زوز يخدموا مع بعضهم ويجي من عند واحد مش متربي ولهماك على خاطر نيته يعذب زميله، وزيد مش بش يعطيه حق القهوة. أعطيني قهوتي، وهوني نحكيه على الكوميسيون ولا البوربوار ولا البودفان، يعني القهوة تولي ترمز للفساد. رغم اللي القهوة تلقاها موجودة بقوة في حياة التونسي، إلا إنها ما تحضر كان على الحكايات الفارغة، يعني لفريات الصحاح واللحظات اللي فيها أنجو كبير تغيب فيهم القهوة. مثلا زوز رجال عمال يعملوا في نيجوسياسيون على كونترات مهم، صعيب تلقى قدامهم قهوة، غالبا تلقى كيسان نبيذ. راجل ومرأة يتعرفوا في ديت، تلقى قدامهم ليد بول سموثي ولا كوكتيل. راجل ومرأة يكتبوا في صداق، تلقى قدامهم كيسان روزات، مستحيل تلقى قهوة. القهوة تحضر غالبا في البيعات المقطعة والنقاشات اللي ما فيها فايدة، كيما أصحاب محلقين في مقهى شعبي ولا سالون دو تي وليهم سوايع احكيوا في 70 موضوع لا فيهم واحد مهم. زملاء فاصعين في البوفيت ولا في الكافيتيريا المجاورة يحروا في وقت المرواح وبش يرجعوا يبوانتي، ولا مرأة هي وبنتها عندهم ساعتين يذكروا في الكنة، ولا مرت الخو بالخير، والأمثلة لا تحصى ولا تعد. لكن باش نعطيه لكل حد حقه، القهوة تلعب دور إيجابي كيف تبدأ راسها راس اللي يشرب فيها وما يدخل حتى طرف ثالث على الخط. واحد ولا واحدة في الصباح ينظم في أفكاره باش يعرف كيفاش يعدي نهاره. واحد يقرأ في كتاب ولا في أرتيكل ويسمع في بودكاست. واحد يسمع في موزيكا وعايش مع اللحظة. واحد يعمر في موك خوازي ولا يلعب في سودوكو. واحد ما يعمل في شيء يرتح في مخه وهرب من الجوج ما ودوه به. اللي يحكين عليهم واللي يقعدوا مع رواحهم إقلال برشا. وفما دراسة عملوها على القهوة وسألوا 500 قهواجي تونسي شنو رايك في واحد يعمل في قهوته وحده. أغلب الإجابات كانت كالآتي: فما واحد يشرب قهوته وحده، ما عندوش صحاب، ما يحبوا حد، يسألوه فلوس ولا عنده شيكات راجعة، طبيعته مشومة. فما شكون بدون تردد جاوب: كان المهبول واللي داخل في الحلة يشرب قهوته وحده. كارير ديما مع سليم بوصفارة.